بنات طالبة وفاء مصطفى بكير، حصلت على معدل 93.2 الفرع العلمي في الثانوية العامة. دخلت قسم الشريعة والقانون لأني حابة أصير محامية في المستقبل وأكمل دراسات عليا. دخلت الجامعة الإسلامية لأنه فيها المؤهلات اللي بتساعدني أني أصير أو أوصل لهالمستوى اللي أنا بدي إياه وللمرحلة اللي أنا حابة أصير. أنا الطالب عائد إسماعيل هنية، أدرس في كلية الشريعة والقانون قسم الشريعة والقانون الذي يؤهلني للعديد من الفرص في سوق العمل، وأمنيتي أن أصبح قاضياً. أنا الطالب محمد ياسين إبراهيم، الحاصل على درجة الامتياز من كلية الشريعة والقانون. التحقت بكلية الشريعة والقانون بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة وحصولي على معدل 98.9 في الفرع العلمي. طبعاً دراسة واجتهاد والتوكل على الله سبحانه وتعالى هما سببان يكملان بعضهما البعض، لا مجال للتفوق بدونهما. أنا عندي طموح أن أصبح أستاذاً جامعياً في تخصص القانون، وأنصح جميع الطلاب بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والجد والدراسة. أنا الطالبة خلود موسى حسن أبو عمرو، تخصص شريعة وقانون. تخرجت من توجيهي بمعدل 99.20، حصلت على المركز الأول على الوطن، تخصص فرع علوم شرعية. اخترت الجامعة الإسلامية لأن التخصص فيها مزدوج شريعة وقانون. كان هدفي أنه أقارن بين القانون والشريعة خلال الدراسة، ما تكونش هذه المقارنة في المجال العملي، عشان أعرف إيش موقف الشريعة من القانون الوضعي. حبيت الجامعة وعشان أقارن وما كونش متسرعة رحت على جامعات تانية وكانوا فيها تخصص حقوق بدون شريعة، بس فضلت الجامعة الإسلامية لأنه كان في كتير احترام للطلاب. هذا يعني أكبر نقطة حبيتها عندهم. كمان الكادر التعليمي متميزين جدا، كل الدكاترة أو أغلبهم عشان نكون موضوعيين في التقدير، يعني أكفاء وعلى درجة من العلم. لا يمكن فصل الدين الإسلامي عن الحياة بشكل عام، وقوانين البشر لا يمكن أن تؤتي ثمارها ما لم تحكمها الشريعة الإسلامية. قسم الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية هو عنوان حلقتنا من تميز بانضمامك. ابقوا معنا. الطالب يدرس في هذا القسم مساقات القانون ومساقات الشريعة التي تخدم دراسة القانون، مثل المساقات التي تتعلق بالمواريث والمساقات التي تتعلق بالزواج والطلاق والمساقات التي تتعلق بأصول المحاكمات الشرعية. في هذا القسم يدرس الطالب أو يتم التركيز على دراسة المساقات القانونية، ونردف الطالب بالمساقات الشرعية التي تهمه وتخدمه بعد التخرج. يوجد في الكلية بعض المرافق مثل العيادة القانونية والمحكمة السورية. العيادة القانونية تقدم الخدمات إلى العديد من الفئات المهمشة إضافة إلى الطلبة، وما يهمنا هو التركيز على الطلبة المسجلين في الكلية، حيث يتم تدريبهم في أكثر من مجال، في أنشطة منهجية وأخرى لا منهجية، مثل دورات في قانون العمل، دورات في قانون التحكيم، دورات متعددة تخدم الطالب سواء كانت منهجية أو غير منهجية. إضافة إلى ذلك، ما يتم دراسته بصورة نظرية في الكلية يتم تطبيقه عمليا فيما يعرف بالمحكمة السورية، حيث يقسم الطلبة إلى مجموعات، جزء منهم يمثل القاضي أو القضاء، جزء آخر يمثل وكيل النيابة، جزء آخر يمثل المحامي أو المحامين، وممكن أن يعني يكون تدريبات لمواضيع أخرى مثل مسرح جريمة، كيف يتم التحفظ على مسرح الجريمة لرفع الآثار الناتجة عن الجريمة أيا كانت هذه الجريمة.